هم فقدوا الرؤية بعيونهم، لكن العزيمة والإرادة أبصرت قلوبهم. يحاولون بما تيسر لهم من أدوات ووسائل تجاوز الإعاقة التي يعانون منها، غير أن هؤلاء بالإضافة لإعاقتهم البصرية فإن إعاقات عدة تقف في طريق الحصول على حقوقهم المشروعة في التعليم واللعب، كما هو الحال في جمعية الكفيف الخيرية في الخليل التي تحول قلة ذات اليد عن توفير الكثير من متطلبات الطلبة الأكفاء واحتياجاتهم. جمعية الكفيف الخيرية هي الجمعية الوحيدة في محافظة الخليل اللي بتقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على مستوى محافظة الخليل. حالياً عندنا عدد الأطفال المستفيدين 65 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية من عمر 5 سنوات حتى 13 سنة في روضة زائد مدرسة للصف السابع الأساسي. احنا موجود عنا بس في مدرسة الكفيف، اما في المدارس الحكومية ما بيكون عنا يعني كتب بريل، فاحنا بنتصعب شوي لعبين ما يطبعونا اياهم ويعني ناخدهم احنا، يعني احيانا بتأخروا علينا شهر او شهرين، فاحنا يعني بتضيع عنا كتير ودراسة وهيك، فهذا بيكون يعني معاناة. البريل بس بلاقيش ايش اسمه بريل اللي اكتب عليه الاشي اللي بدي اياه، بس بلاقي مبصر واشعر بضيق شديد يعني. بس في عندي اخ هو بقرا مبصر وبعلمني، وهيو بكتبني كل يوم احيانا شو اسمه مبصر، بكتبني وبقرئني كل اشي. الصعوبة اللي بواجهها لما اطلع من هاي المدرسة انهم بيكونش عندهم كتب بريل، بعرفش اقرا، بيكونش معي مطابع يعني، بس اطلع من هاي الجمعية، ولان هاي الجمعية متوفر فيها الي كل شيء، متوفر كل شيء الي فيها يعني مش حاب اطلع منها. طبعا الحمد لله احنا عنا مدرستنا للصف السابع الاساسي، تخرج من هذه المدرسة حوالي 18 فوج، اندمجوا بالمدارس الحكومية، نجحوا بالتوجيه، دخلوا جامعات، الحمد لله رب العالمين. واجهتهم صعوبات كتير، يعني مثلا مش دائما كتب بريل بتتوفر بين ايديهم، فبرجعونا للجمعية احنا منشان نطبع، يعني مش بس لصف سابع، كمان لكل الطلاب اللي بندمجوا في المدارس الحكومية بعد الصف السابع برجعوا لهذه الجمعية عشان نزودهم بهذه المقررات ايضا مجانا. وحاليا السنة توسعت انشطة الجمعية فصارت تخدم الطلبة المكفوفين في الجامعات ايضا. مدارس ايش فيها بيسمحوش للمطابع يفوتوا لانها صوتها مزعج، وكتب ليبرال بيوفروهاش. ما انا بوجه نداء لاهل الخير وللمسؤولين انه يوفروا لهم لابتوبات، اصبح بالامكان انهم يفوتوا اللابتوب على الصفوف، هذا غير مزعج لزملائهم، بينما المطبعه كثير كان يعني الوضع مزعج، كان مش مسموح حتى الآن مش مسموح، فاللابتوب بالسماعة بالإذن وكل الطالب يكتب ويقرأ، بالتالي كثير كثير الأمر راح ييسر عليهم، بيكون إنها موافق عليها في التعليم العالي إنهم ينتقلوا على الجامعات وينتقلوا لفوق. هلأ مطبعة البيركن زبرل صارت مزعجة لباقية الطلاب للأسف، فصار الكفيف ما يكتبش ملاحظاته بالصف. هلا اعتقد انه اذا توفر لكل طالب كفيف جهاز لابتوب ودربناه عليه بسهوله ممكن يندمج، بنكون خففنا اشي معين. بهذه المدرسه في بس نوادي لا فيش للكفيفيين، كل الناس بيلعبوا بالرياضه بس الكفيفيين فيش لهم الا قليل نادر. طب
شو بتطالب الجهات القائمة على الرياضة انها تسويها؟ يسووا اشياء للكفيف يلعب عليهم الرياضة زي باقي المبصرين. انه مثلا يعني هقيت لما نروح على اي مدرسة منلاقي فيها قصة منحب عنوانها منحب يعني تكون مطبوعة بالبريل مش بالمبصر عشان نستفيد منها ونقرأها، بس كله يعني بالكتب المبصر العادية، اما نفش بيوفروش بريل. هلأ صار في كل مديرية تعليم جامع، فهدول يعني المفروض انهم يعني يقدموا خدماتهم بشكل أوسع لهدول لذوي الإعاقة بشكل عام، لكل اللي بندمجوا المفروض يعني يعيشوا حياة كريمة من موائمة للمؤسسات من بريل. نعم نحن يعني نطالب بوجود أن يتواجد هذا يتوفر يعني الكمبيوتر الذي يطبع بطريقة بريل في كثير من المؤسسات، وأيضا أنه يكون في إمكانية لتوفير مكتبات على الأقل في كل محافظة لو مكتبة واحدة. إحنا بناخدش رسوم من الأطفال، يمكن هي الوحيدة بالمحافظة كل خدماتها مجانا، بتعتمد في سير أعمالها على التبرعات، السولر للباصات كتير بتكلف، المية والكهرباء الحمد لله ما فيش إعفاءات، القرطاسية والأدوات كتير غالية، يعني الألم الكفيف إحنا ألمنا بنص شيكل، ألم الكفيف $1,000، بس الحمد لله رئيس أعضاء الهيئة الإدارية كتير نشيطين كتير متعاونين كتير يعني بحاولوا بالتي هي أحسن يوفروا كل هذه الوسائل من شان ينجح الكفيف في حياته ويتعلم. ولكن عندما يخرج الطالب الكفيف إلى المدارس الحكومية يعاني من صعوبة في الحصول على الكتب بطريقة بريل. خايفة إنهم ما يوفروا لي كتب يعني إنه بسرعة ويضيع علي الدروس، وخايفة كمان إنه عشان المطابع ما لازم ندخلهم على الصفوف، خايفة إنه يعني ما ألاقيش حدا ينقلني للدروس والأسئلة. بنحتاج بريل وللجزء عدسة، ونحتاج إنه للبريل قصص مكتوبة بالبريل وللمبصر مكبر، إنه يسووا قصص بريل بالمكاتب ويسووا قصص زي قصص المبصر برضو بريل، ولما نطلع المدارس الحكومية يسووا منهاج بريل ما نعوش نستنى كتير. الكفيف بيقدر يسوي كل إشي بده إياه إذا ما كان ولازم يصبر، أهم إشي الإرادة.